مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد مرة أخرى معنا. الكرة الذهبية اللي باش تتوقع لكم نتيجة مباراة منتخب الجزائر والكوديفوار، إن شاء الله مربوحة المنتخب الجزائري أكيد. في المرة اللي فاتت الكرة هذه الكرة الذهبية توقعت أنه المنتخب الجزائري يخسر واحد بلاش، والمنتخب الجزائري للأسف خسر واحد بلاش، معتها يمكن هي الوحيدة اللي توقعت خسارة المنتخب الجزائري. تنجموا ترجعوا الفيديوهات وتشوفوا بعيونكم اسكي توقعها كان صحيح ولا غلط في مباراة، يعني مباراة غينيا الاستوائية. توا بس شوفوا توقعها في مباراة الكوديفوار يا جماعة، وان شاء الله مربوحة المنتخب الجزائري. طبعا هذه لعبة نعم لا يعني طريقة، هذه ثم حرف أ وثم حرف سي، الأ ألجير والسي كوديفوار. تدور الكرة كما تشوف فيها، وين باش توقف على الكاميرا باش يكون هو هكا الاختيار لاختيارات الكرة الذهبية يا جماعة. نقصت السرعة الآن قريب باش توقف. اوكي لازم نكون حاضر خاطر باش ترجع ترتد هي. اوهو مرة أخرى ان شاء الله تغلط، ان شاء الله يا ربي تغلط. 1-0 للمنتخب الكوديفواري، ان شاء الله تغلط، قولوا ان شاء الله تغلط خطر غلطت في مباراة المنتخب المصري والسوداني اخر مرة، المرة اللي قبلها يعني جابتها صحيحة، والمرة مرتين الاولين صحاح، المرة الثانية جت غلطة، ان شاء الله المرة هذه غلطة والجزائر تربح يا جماعة. نعمل فيها عفوية اول مرة، معناتها مانيش من النوع اللي نعاود الفيديو لتوصل معناتها نتيجة معينة، لا هذه هي النتيجة قدامكم، ونحبوا الجزائر تفوز اكيد، وباش نشجعوا الجزائر لاخر نفس. شكرا لكم الناس الكل على متابعة الفيديو هذايا، ما تنساوش تعملونا لايك، تشتركوا في القناة كان عجبتكم الفكرة والكونسيبت متاع التوقعات. انا في رأيي المنتخب الجزائري باش يفوز 1-0 مش المنتخب الكوديفواري، وانتم اكتبوا لي رايكم في قسم التعليقات توقعاتكم، وتعالوا حاسبوني بعد الفيديو، وان شاء الله كلام الكرة الذهبية المرة هذه يجي غلط، وان شاء الله المنتخب الجزائري يفوز. السلام عليكم.